فيها 1000 هكتار خصيصة منها 100 هكتار لإنتاج البذور، بذور البطاطا فقط، اللي تطلب تقنيات، تطلب يقظة، تطلب سهر، تطلب إمكانيات، وتطلب حذر بجدية وبامتياز مسار إنتاج البذور تاع البطاطا باش تخلينا نستغنى منا على 3 سنوات إن شاء الله حسب المسار اللي سطرناه، منا على 3 سنوات نهائيا من استيراد البذور.